رجعنا من جديد في فير بلاي في ساعتنا الثانية بعد ما كنا حكينا في ساعتنا الأولى مع رئيس الوفد التونسي في طوكيو رضا المناعي قيمنا حصيلة المشاركة التونسية. ثم كان معنا لاعب الترجي الرياضي التونسي السابق عبد الرحمن مزيان الجزائري كنا حكينا معه على القطيعة مع فريق باب السويقة. نواصلوا في استقبال ضيوفنا ونحكيوا على حدث شد العالم منذ تقريبا مساء أمس القطيعة بين ميسي وبرشلونة. أكيد باش نحكيوا أكثر عن الموضوع هذا مع زميلنا الإعلامي في قناة أبو ظبي الرياضية كريم ترهوني. كريم أهلا بك. أهلا وسهلا إسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المستمعين عبر إكسبريس أف أم. باش نحكي لك خويا، كملت الكونجي في ساعة؟ الحمد لله، والله تعدى في ساعة، والله ديما الأيامات الحلوة تتعدى في ساعة، والحمد لله، الحمد لله اللي تعدى وقت باهي، وإن شاء الله تونس ديما للقدام وديما في أحسن حالة إن شاء الله. كما لازم لازم دونك العودة للخدمة دونك وقايد خاصة مع الأولمبياد. صحيح، ولو أنه هذا الأولمبياد هذا يعني ما كان ليش شرف تغطية يعني خاصة بعد السنوات الماضية، وما ثماش كانت وقت الإجازة الصيفية، كان الوقت في الوقت الإجازة في وقت الأولمبياد. والحمد لله يعني كل وقت وقته، والحمد لله يعني زاد الوقت مع العائلة وزيارة الأهل والبلاد مهم جدا. أكيد دونك كريم، نحكيو على موضوع ليونيل ميسي، تقريبا الخبر اللي هز العالم البارح. كيفاش تقبلت الاخبار، خاصه انه في الصباح نتاع البارح كان تقريبا كل الاخبار من الصحف العالميه والاسبانيه خاصه تاكد انه وصول اتفاق بين ميسي وبرشلونه، لكن بعد يجي الخبر الصدمه تقريبا نهايه العلاقه بين ميسي وبرشلونه. من الناحية الرياضية، من الناحية العاطفية لجماهير كرة القدم، هو خبر بمثابة الصاعقة. يعني إسلام، كنا نتوقع أن ميسي يخرج من برشلونة مش البارح، يخرج العام الماضي وقتها كانت عنده كلوز في الكونترات متاعه أنه يطلع، والفريق اللي يحب يشريه مازال عنده وقتها سنة في الكونتراته يدفع مبلغ طائل لبرشلونة اللي كان محتاج للأموال. لكن ميسي، توقيع فقط من ميسي خلاه يواصل المشوار مع الفريق اللي قضى فيه حياته. نقول أنا يعني 21 سنة هما حياة بالنسبة لطفل صغير جاء مريض من روساريو من الأرجنتين رفقة عائلة متوسطة الدخل، برشلونة قام به، لكن هو رد الجميل لبرشلونة بكل هذه السنوات من الأهداف، من الروعة، من الصولات والجولات والتتويجات وكل شيء عمله ميسي، حبب الجماهير العالم الكل أكثر في إفسي برشلونة. حتى الناس اللي ما كانتش تميل لبرشلونة، وخلينا نكون صريحين، يعني حتى أنا واحد منهم بطبيعة الحال كما نحب ريال مدريد، ما نجمش نكون نحب برشلونة، لكن من 10 سنين تقريبا وليت نستمتع وأنا نتفرج في إفسي برشلونة بقيادة ميسي، وحتى أكثر من 10 سنين، يمكن من 14 سنة 13 سنة نبدأ عامل كيف ريال مدريد العاطفة مع الريال، لكن ميسي ومعه الجماعة متاع وقتها إنيستا وشافي ورونالدينيو في وقت من الأوقات تخليك تحب الستايل متاع نادي إفسي برشلونة على كل وسامويل إيتو دون أدنى شك. يعني كانت صراحة يعني البارح قبل بساعة تقريبا كنت أنا وأصحابي نتكلمه، قلت يعني من شبه المستحيل، أنا قلت مستحيل، خليني نكون صادق معاك ومع السادة المستمعين، أنه يطلع من نفس برشلونة أو لن يواصل المشوار. وهو هذاك هو يعني كان يعني نية ميسي أنه يواصل مع برشلونة، لكن هنالك قانون، هنالك لوائح، وهنالك مبادئ لدى هذه الأندية الكبيرة اللي لازم أيضا نتعظ منها ونتعلم منها دروس، سواء نحن سواء أيضا أنديتنا في العالم العربي، لأنه اللي صار البارح نستلهم منه العديد من الدروس والنقاط المهمة يا إسلام. المشكل تقريبا مالي متعلق كما نعرف الناس كل بقانون اللعب المالي النظيف، المعادلات والموازنات المالية كريم. بكل تأكيد، لأنه التركة اللي خلاها الرئيس السابق بارتوميو في نادي إفسي برشلونة تركة ثقيلة جدا، وأثقلت كاهل جوان لابورتا في أولى أشهر المسؤولية الجديدة أو المتجددة مع إفسي برشلونة، وستثقل كاهل برشلونة حتى في السنوات الجاية، لأن بارتوميو يعني بشكل غير مسؤول هو اللي كان يعني مسيب الأمور، خاصة في التوقيعات وخاصة في عدم احترام اللوائح المالية اللي تحكم كرة القدم حاليا في
إسبانيا وفي أوروبا خاصة والعالم. يعني تركة كبيرة برشا لبرشلونة، ربما جاء الوقت اللي يعني برشلونة لازم يفرط أو لازم يصرف النظر على ميسي، وكأنه رأوا عائلة يعني بين ظفرين، يعني تعبير هو صعيب شوية، عائلة يعني سيب ولدها، يعني هذا شيء غير ممكن أو شيء يعني غير طبيعي، لكن هذا هو اللي صار. لكن من بين الأشياء اللي قلتها سلام من شوية أنه عدة دروس يجب أن نتعظ منها ونتعلمها، أن هنالك بعض المبادئ والنقاط اللي لا يجب أن نتزحزح عنها، سواء اللاعبين، أندية، رؤساء أندية. وكان هذا امبارح في خطاب سيد لابورتا تلميحه، واليوم في المؤتمر الصحفي nothing above the club، ما ثم حتى حد وحتى شيء فوق مصلحة النادي وفوق النادي، يعني حتى ولو يكون ليونيل ميسي. والوضوح يا إسلام، امبارح كان القرار، اليوم يطلع جوان لابورتا، ما يخليش الأمور هكاك تسير وأيام 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 وأيام، لا لا، مباشرة بعد ساعات مؤتمر صحفي أكثر من ساعة ونص شرح فيه كل شيء جوان لابورتا بكثير من قوة الشخصية والصبر، لكن أيضا الألم الداخلي. هو وضح شنو صار لابورتا خاصة بعد الاتفاق مع ميسي على كل التفاصيل، كما قلنا كم يوم في يوم أمس تقريبا طلب منه طلب آخر متعلق بالموازنات المالية متاع تخفيض في راتبه ب 30% مرة أخرى، وهذا اللي رفضه ميسي، ولهنا كان الخلاف. والله يا إسلام، من الناحية المالية ميسي قام بتسهيلات كبيرة. ميسي يعني العقد كان 5 سنوات، وبرشلونة باش يدفع فقط سنتين من العقد، من جملة يعني 5 سنوات وثلاثة سنين بلاش، يعني هذا بلغتنا العامية. لكن الأمور هذه والأمور المهموتة ما تمشيش في إسبانيا وفي الدول المتقدمة وفي الدول اللي هنالك قانون في كرة القدم. لا 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 لا، تحت الطاولة ما تمشي. يعني أمور كلها شفافة، الأمور كلها واضحة، مش نصحح معك 5 سنين وتدفع لي عامين وهو 3 سنين أنا مسامحكم، هكذا تفهم ميسي وبوه ومع برشلونة. لا، هناك رابطة لا ليغا في إسبانيا رفضت هذا الشكل من التعاقد مع بين برشلونة وليونيل ميسي، وهو ما أدى إلى هذه القطيعة. أنا مازال عندي بسيط من الأمل بين الظفرين، يعني الأمل هو أنه يعني ميسي يعني صعيب حتى وامبارح تم الإعلان أنه سيترك برشلونة، لكن هل بهذه السهولة أنه بيترك برشلونة بعد 21 سنة في هذا النادي، يعرف كل ركن من أركان النادي وأركان حجرات الملابس وأركان جوان جامفر يعني مركز التدريب والكامب نو والمدينة اللي فيها مصالحه وولاده تولدوا فيها وهو كبر فيها وعنده المطاعم واللي يملكها والعقارات والشركات كل شيء، يعني ميسي هو أمير بين ظفرين في مدينة برشلونة. كيفاش باش يخلي هالمدينة هذه اللي يحلو فيها العيش بالنسبة لمليونير أو بالنسبة لحتى الإنسان شخص عادي، فما بالك بليو ميسي معبود الجماهير في برشلونة. الأمور مازالت يعني مازالت صادمة، كل شيء ممكن، لكن أيضا صعبة أن نفكر أن ميسي سيلعب بلون آخر، ولو أنه كل شيء ممكن. حاليا هنالك كلام أنه ميسي في هذا الفريق وذاك، وأرقام يعني هنالك أرقام يعني خرافية قد طرحت منذ لحظات. أنا شفت رقم 1 مليار يورو يعني من فريق عربي لميسي في 3 سنين، هذه بعض الأخبار أو بعض الشائعات، يعني هابش نجيك كريم للوجهة القادمة. لكن قبل هذه، ردود أفعال أحباء برشلونة بعد الخبر، تقريبا شفنا الناس كل الفيديو الصادم لشخص تقريبا قدام حائط الكامب نو. أيضا اليوم الصباح في التمارين تهاجم بعض الجماهير على غريزمان واتهموه أنه هو سبب في مغادرة ميسي باعتبار رفضه التحول لأتلتيكو مدريد. يعني لو كان شيء غريزمان يكون موجود ثمن توفير راتب ميسي معنا. زاد يعني ما نديرش ندخلوا في الامور بعضها، يعني زاد غريزمان عنده عقد مضرب، حتى حد يدين جماعه برشلونه باش يشريوا غريزمان بهذاك المبلغ ويدفعوا له الراتب هذاك، ومضرب حد اداره بارتوميو السابقه ايضا من شراء لاعب فيليب كوتينيو تدفع له الراتب هذاك، هو حاليا موجود هكا يعني غير مرغوب فيه، وعدة أسماء أخرى يا سلام. رو نادي برشلونة في السنوات الأخيرة صرف 1 مليار يورو لتوقيع مع اللاعبين الكلهم صفقات فاشلة، تقريبا 90% فاشلة. ديمبيلي يعني أيضا لاعب زجاجي كما يسميه،
بالضبط يعني هو كلهم يعني العديد منهم التوقيع التوقيعات الأخيرة كلها كانت فاشلة. يعني أكيد الجمهور الطفل الصغير أو الشاب أو الكاهل اللي يحب يحب برشلونة ويمشي يتفرج في الانترينمون ويمشي يتفرج يعني فريق مدينته الفريق يعني راهو ميسي خلى الناس تعيش في حلم جميل ما تحبش تفيق منه. خط الناس اللي تكون عندها ستريس تمشي تتفرج في برشلونة أو تمشي تتفرج في القهوة في برشلونة مش حتى في استاد هذاك حلم يعني باش ينحي هكا ستريس هذاك الكل تجي تو تقول له ميسي ما عادش هذاك راهو شجاعة كبيرة من جوان لابورتا راهو مش شوية راهو اللي عمله لابورتا يعني أنا مش قاعد راني ننحي من المسؤولية يعني نساند لا في لابورتا لكن شخصية وأيضا شجاعة كبيرة لأنه حط كل شيء على الطاولة مع ليو ميسي وهو اللي من الناس اللي ساهم في شهرة ميسي راه يعني جوان لابورتا وقت العهد الذهبي لبرشلونة في نهاية 2009 و10 و2011 وقت برشلونة فاز بكل شيء جوان لابورتا هو كان البريزيدنت يعني رباه وكأنه طفل صغير اليوم جاء الوقت اللي باش يقول له يعني ما عادش النجم اعطيت كل شيء يعني وصلت معاك لكل المفاهمات وصلنا لطريق مسدود انتهى الموضوع يعني توا وقالها في البريس كونفرنس قالها لابورتا حاليا يجب التفكير في العهد المقبل الفترة المقبلة لما بعد ميسي لأنه الكرة كلها تبدلت وباش تتغير بعد ميسي وبعد خروج ميسي من نادي FC برشلونة حتى يا إسلام من ناحية التسويقية للدوري الإسباني أكيد. مش برشلونة أكيد. فقط صحيح الوجهة يعني ضربة الوجهة كريم نعم. بنفس الكلام على الوجهة نتاع ميسي دب درجة أولى الحديث على البي اس جي لكن كيف لأن فما عائق نتاع الأمور المالية لازم تقريبا باش يجي ميسي لازم معادلة واحدة اللي هي يخرج كيليان مبابي وبسوم محترم جدا باش تصير المعادلة المالية أيضا الكلام على مانشستر سيتي ولو أنه البارح تم تعاقد مع غرياليش لاعب ويست هام لهنا خاصة نعرف غوارديولا يحب برشا ميسي مبلغ خيالي تم دفعه في لاعب الدوري الانجليزي غرياليش كيف الكلام على يوفي جمع ميسي رونالدو شنو رايك انت وين تشوف الوجه الاخر بالميسي اسلام انت تتوقع ان ميسي يلعب برقم غير لرقم 10 يتقمص رقم اخر غير رقم 10 هو فما تصريح من نيمار اليوم قال كان يجي ميسي نتخلله على رقم 10 انت في البي اس جي اوكي يعني في البي اس جي اما انت تتغير كونه ميسي يقبل ان يلعب نمره اخر غير رقم 10 صحيح هاي شنو تحب تقول لانه التقديم او التوقيع الجديد لمانشستر سيتي مع لاعب أستون فيلا السابق غريليش ومنتخب انجلترا أستون فيلا يعني سامحني قلت ويست هام اي يعني لاعب أستون فيلا منتخب الانجليزي غريليش اسلام 100 مليون دفعوا فيه وباش يعطيوه الرقم 10 يعني من ناحيه هذه من ناحيه ايضا النقطه اللي اثرتها انت مهمه جدا الفير بلاي الفينانسي يعني قانون اللعب المالي النظيف اللاعب المالي النظيف كونه حاليا بالنسبة لمانشستر سيتي قالها زيادة غوارديولا من ساعات أنه لم يعد يدخل في مخططاتنا ليو ميسي لأنه حاليا هنالك تفكير في مانشستر سيتي أنه بناء دائما السعي لبناء فريق قوي الفريق كان قوي ياسر ويحبوا يقويوا الفريق في مانشستر سيتي للمستقبل والسعي للظفر بالتشامبيونز ليج الأوروبي هنالك حاليا مساعي لاستقدام هاري كين من توتنهام هذا هو الهدف المنشود حاليا لمانشستر سيتي قد تكون هنالك يعني ملاك مانشستر سيتي يعشقون نادي يعشقون ليو ميسي وكان مطمح ميسي بالنسبة لنادي مانشستر سيتي في الأعوام الماضية لكن كما قلت يعني هنالك عدة أمور أخرى تدخل في الحسبان بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان أنت تحدثت على أيضا نقطة التفريط في كيليان مبابي لجلب ليو ميسي يجب أقل شيء أن مبابي يخرج من باريس سان جيرمان في حدود 200 مليون انت تتوقع ان مازال عقد في مازال سنه في عقد في 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 مع مبابي مع باريس سان جيرمان هو مبابي وين ماشي ريال مدريد 99% ريال مدريد لكن انت قلت يعني 100% يعني هو السيد هذا يبحث عن المجد وايضا ريال مدريد يبحث على تكوين فريق نادي اخر جالاكتيكوس مثل ما عمل من 20 سنه ب
كيليان مبابي. لكن أيضا الريال عنده عديد المشاكل، مشاكل الكورونا، الجماهير ما سناش، ريال مدريد قاعد يبني في اكستنسيون وفي تجديد لملعب سانتياغو برنابيو بمبلغ خرافي ليكون ملعب من أروع أو أروع ملعب في الكون. صحيح. يعني أعتقد أن السيد فلورنتينو بيريز دون فلورنتينو ذكي جدا، وهنالك أيضا اتفاق بينه وبين مبابي، يعني بين ظفرين يعني لا أدري، لكن هنالك اتفاق أنه سيذهب لاقتناء مبابي أو سيجلب مبابي يعني عندما يكون في فري ايجنت فري يعني السنة الجاية، يكون مبابي ما عنده حتى عقد ويجي فري حر في صفقة انتقال حر لريال مدريد. يعني كلها أمور، يعني حاليا الكوفيد 19 أثر على كل شيء في العالم بما فيها أندية كرة القدم. ريال مدريد مش مستعد باش يدفع 200 ولا 180 ولا حتى 150 في مبابي وهو مازال عنده عام كونتراته. يعني الأمور هذه صعبة جدا، خاصة أن بي اس جي جاب راموس، جاب باينالدم، بلاش هذا جاو بلاش دوناروما، جاو بلاش جاب دوناروما بلاش أوكي، لكن هذه أيضا هنالك عقود يجب أيضا أنه يوفر مبلغ كبير من اكزاكتومون ليو ميسي، على خاطر يعني تتحدث انت على يعني اقل شيء يعني 30 مليون نت في العام خاطي الدروا ديماج. على كل من الناحيه الماليه هذه الانديه الكبيره باريس سان جيرمان مانشستر سيتي قادره، لكن هنالك عده امور تدخل في اتمام صفقه ميسي وتخليها متشعبه وصعبه بعض الشيء، لكن بعد اللي صار البارح يعني nothing is impossible، حتى شيء ما هو مستحيل. اليوفي كريستيانو ميسي نجم نشوفها تكون ضربة معلم لجماعة الكالتشو وللكالتشو ولليغا برو في إيطاليا، والنادي اليوفنتوس اللي يملكوه ناس تجار أذكياء يعرفوا يديروا نادي كبير بحجم اليوفي. السيد أنيلي صراحة الترانسفورماسيون اللي عملها في نادي يوفنتوس تورينو يعني أكد أنه هو يعني حفيد للسيد أنيلي الجد اللي كان يحكم في هذه الإمبراطورية في السنوات الثمانينات، هو اللي كان مشرف على وقت الفريق الذهبي بلاتيني وبونياك بقيادة ترافاتوني وشيريا مرحوم وكلهم مع تاكوني. يعني أندريا أنيلي هو اللي عمل استاد جديد وساهم في إدخال أموال طائلة لنادي يوفنتوس وبدل الشكل، وفي من ناحية البراندينج ذكي برشا أندريا، عنده عديد الاتصالات وعنده عديد العلاقات القوية بالبنوك، خاصة بما أنه أيضا يعني شركة اللي تملك هو يعني من العائلة اللي تملك شركة فيات، شركة السيارات اللي تملك يعني كونغلوميرات، شركة كبيرة لصناعة السيارات إلى جانب يعني الجروب فيها عديد من الشركات الأخرى. أنيلي ربما قادر، لكن يعني أنت عندك 30 مليون يورو راتب لكريستيانو رونالدو باش تزيدهم ميسي، كيف ستقنع البنوك بذلك؟ إسلام صحيح. كيفاش باش تقنع البنوك بالتسهيلات؟ يعني كل شيء يبقى ممكن، ولو أنه منذ لحظات أنا كنت نقرأ أنه حتى حاليا أبراموفيتش مالك تشيلسي ديركت تكلم مع الجماعة اللي قايمين على مصالح ميسي، وتكلم الإدارة في تشيلسي الإدارة متاعه يحب يحكي مباشرة مع الملاعب، يحكي مباشرة مع هورخي ميسي بو اللاعبي والأجون تاعه البرنسيبال. يعني من ناحية الفلوس ميسي عمل برشا فلوس، يعني تقريبا حدود يعني ممكن مليار دولار في يعني في خلال هذه المسيرة وحتى أكثر، يعني حتى لو حاليا يقعد ساق على ساق عنده فلوس ما يعيشه سلطان هو وولاده 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 وولاده. لكن يعني كيفاش بتكون الأمور من ناحية أيضا الناحية الرياضية يا إسلام؟ فاز كل شيء، بش تقول لي بش يمشي لكيب أخرى بش يربح فيها، شنو بش يربح؟ يعني من ناحية رياضية
ينجم يثبت كما كريستيانو دي في مثلا ينجم ينجح يقول حتى الان نجم ننجح في اي كيب اخرى بخلاف برشلونه معناها ينجم يكون دي في هذا ولا ما يحتاجش بس يثبت لا ما عادش يحتاج حتى دي في يعني دي في الوحيد كونه ميسي يرفع كأس العالم هذاك هو دي في الوحيد انا بالنسبة لواحد مركي 672 بونت مع نادي برشلونة وهازز 6 تشامبيونز ليج وقديش يعني 4 تشامبيونز ليج واحسن 4 احسن مرات احسن لاعب في العالم وقديش مره يعني الليغا الاسبانيه لقب الدوري واخرها كاس اسبانيا من كم من اسبوع يعني شنو مازال يطمح من الناحيه الرياضيه يعني شنو مازال يطمح ميسي ما حتى شيء يعني ممكن ميسي حاليا انا نشوفه اذا كان يحب يزيد يتطور ويحب يربح فلوس وما ما يجرحش احبائه واحباء نادي اف سي برشلونه على خاطر ما تعرف تمشي في البي اس جي ولا تمشي للسيتي باش تكور غدوه تشامبيونز ليج مع برشلونه صحيح. ممكن برشا فهمت يعني كيفاش باش تكون الامور يا اما يضحي بهذا الكل يعني صعيبه برشا الحكايه وشبه مستحيله راهو الكلام ساهل او يتبع الفلوس والمحيطين به راهو يعشقوا الفلوس او باش بوه خورخي سياسي مؤثر جدا وقد ما ربحوا فلوس هما الشركة اللي تدير في الإيماج نتاع ميسي حاليا منذ سنوات يعني ما عادش كانت هنالك شركة تدير لي دروا ديماج نتاع ميسي اللي فيها برشا فلوس عملوا هما يعني صار كومبرومي ولات الشركة نتاع ميسي اللي أسسها بوه واللي دافوكا نتاعو هي اللي تدير في حقوق الصورة متاع ميسي اللي تجيب في برشا فلوس يعني راهو السالير متاع ميسي مش فقط من نادي اف سي برشلونة راهو أيضا أو الإيرن يعني المرابيح من ميسي السنوية اللي نشوفوه مش هذاك كله مدفوع من النادي يعني أيضا هنالك الدروا ديماج مهمة جدا بالنسبة من الأرباح صحيح. أنا نشوفه يمشي السوق اللي فيه برشا فلوس فيه برشا دروا ديماج في سوق قاعد يصعد بشكل كبير اللي هو السوق الأمريكي فريق في الولايات المتحدة الأمريكية عنده صاحبه تو يلعب في ميامي وعنده صاحبه أيضا ديفيد بيكام اللي هو مالك أو شيرمان رئيس النادي متاع ميامي اللي يلعب فيه صديقه السابق في منتخب الأرجنتيني ولاعب نادي جوفنتوس السابق هيغوين هذه ربما الترناتيف ربما بالنسبة لميسي نيويورك اف سي المملوكة ايضا للشيخ منصور هو نفس مالك نادي مانشستر سيتي قد تكون ايضا يعني اوتر الترناتيف وكذلك الاي جالاكسي فريق اخر في لوس انجلوس نعرف جيدا مدينة الاي في امريكا وفي الولايات المتحدة والسبونسر اللي فيها وهي اللي كان معها ديفيد بيكام واعطاته يعني من 10 سنين او قديش يعني اعطاته وقتها مبلغ خرافي على 5 سنوات 150 مليون دولار يعني الامور ممكنة في هذا في الدوري الامريكي يمشي مثل انيستا الى اليابان قادر على جلب مبلغ كبير في سنتين او ثلاثة كرة قدم ايضا في الخليج العربي مثل ما قريت شوي من شوية يعني مليار يورو يعني شيء خرافي مبلغ خرافي صحيح كل شيء ممكن كل شيء ممكن يعطيك صحة شكرا لك كريم على كل هذه التفاصيل اللي مددنا بها زميلنا الإعلامي من قنوات دبي سبور قنوات أبو ظبي الرياضية عفوا سمحني كريم تقريبا على كل هذه المعلومات بخصوص موضوع ومستقبل ليونيل ميسي سهيل السمعي في الأخبار وبعد مكملين في آخر نص ساعة من حصتنا اليوم